حديث حول كتاب تحت عنوان نياط في كتاب الأستاذ جهاد حسن العيد. سيوقع الكتاب في نهاية الأمسية إن شاء الله لمن يحب اغتنام هذا الكتاب. الأستاذ جهاد أيضا من مواليد جزيرة تاروت اللي عملنا كثير عن تاروت. هو خريج الكلية التقنية في تخصص الحاسب الآلي ويعمل فني حاسب آلي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ومهتم بالشعر والأدب، وصدر له كتاب نياط الذي سيوقعه هذا المساء، ولديه أيضا كتاب زبرجد تحت طباعة. يتفضل أستاذ جهاد الحديث عن تجربته الكتابية، مشكورة. السلام عليكم. أشكر رائد الثقافة الأول الأستاذ أبو هادي، وأشكر جنوده على ساحة الثقافة بدون ذكر أسمه عشان لا يكون نقص مني فيهم. الإنسان كائن ملحمي، وأراد الله أن يحجمه منذ البداية لعلمه بغروره وجبروته وتكبره، حيث أفرد إليه سورة في القرآن، سورة الإنسان، وبدأت هذه السورة بسؤال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولبيان قدرة الله وعظيم بديعه وخلقه وانعكاس هذه العظمة على الإنسان نفسه، كونه خاض ملاحم من النشأة، أي من العدم إلى الوجود. تشخيص الإنسان واقع مشكلاته الأبدية ومعرفته بأنه صاحب تكليف على هذا الكون، وليتمكن من هذه الأداء من أداء هذه المهمة ابتدع العلوم والفن والأدب ليخلد تجربته ويسطر ملاحمه للأجيال. وكأن الملحمة جين في دم الإنسان، أو فكرة في اللاوعي في عقله الباطن. ملحمة جلجامش ملحمة سومرية منذ 2100 عام قبل الميلاد، وهي أقدم قصة كتبها الإنسان، أراد بها معرفة سر الخلود. ملحمة الشاهنامة وفيها عبق تاريخ الفرس، دانتي أليجري وملحمته الكوميديا الإلهية، حيث أنها صنفت بأنها البيان الأدبي الأعظم في روما في ذلك الوقت، الإيلاذة هيريموس، ووصفه لحصار اليونانيين لطروادة. استغرق هذا العمل الفني 12 سنة من التأليف، وتوفي قبل أن ينهي. الملحمة الحسينية للشهيد المطهري وما جاء عليها من تعديلات من الشيخ جعفر مرتضى، كانت تعديلات أو على الملحمة نفسها وليس نقدا إلى الشيخ. أصحاب الملاحم من كتبها ومن كتب لأجلها هم خالدون، وهذا ليس حصرا عليهم. وأرباب الملاحم وباب الملاحم لم يغلق بعد، كل إنسان حري به أن يكتب ملحمته الخاصة، وقد يكون نياط أول ملاحم في هذه الدنيا. شكرا.